الخير واهلا بيك يا كريم. كريم كابتن محمد الجندي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل المشاهدين، واكيد طبعا كالعاده النادي الاهلي بيستأنف تدريباته وبيستعد دون راحه بعد المباراه الوديه الاخيره امام فريق شبين. زي ما اكدنا وقلنا، واضح من الجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي وعايز طبعا يشوف كل اللاعبين، يتيح لي فرصه طبعا ان هو يشوف اللاعبين في التدريبات، لكن انت عارف طبعا زميلي محمد المباريات لما بيكون في مباريات عديده او مباريات وديه في عدد كبير جدا الفترة الماضية، فأكيد الوقوف على الحالة الفنية الحالة البدنية ده بيبان بشكل كبير. تألق زي ما أنت شفت طبعا جيرالدو كان متألق بشكل كبير جدا، محمد محمود محمود وحيد، كل اللعيبة طبعا الصفقات الجديدة اللي شاركت في هذه المباراة كان ليهم دور وتأثير كبير، وده اللي أكيد بيستفيد منه بشكل كبير جدا الجهاز الفني. رغم النتائج خلال الفترة الماضية ورغم يعني الحالة طبعا اللي فيها لعيبة النادي الأهلي، محاضرات مستمرة من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومن استمارة الأشارتي، والتأكيد على لابد التكاتف وعلى لابد الفترة اللي جاية يكون إعادة الانتصارات بشكل كبير للنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي منتظر إعادة الانتصارات، إفعاد الجمهور، ده الحديث النهاردة اللي كان بيتكلم مستمرة مع اللاعبين والكابتن سيد والكابتن محمد يوسف. لابد غلق صفحة بيراميدز بما حصل فيها من أداء فني، من بعض الكسور، من بعض الأخطاء اللي بيحاول أيضا كمان مستر مارتن الوقوف عليها والتركيز عليها من خلال التدريبات. النهارده يمكن اكثر من فقره تدريبيه تتخللها طبعا تصحيح الاخطاء، التمركزات كانت في كره السبت زي ما تابعنا وشفنا في المباراه الاخيره، حاول يصحح مستر مارتن النهارده مع اللاعبين. يمكن اللاعبين النهارده ما شاركتش بشكل كبير، اللاعبين اللي شاركت في مباراه بيراميدز وايضا كمان مباراه الامس، لكن حاول ان هو يخطط فقرات تدريبيه لخط الدفاع خط الهجوم في محاولات كثيره جدا للوقوف على حاله كل اللاعبين. زي ما قلنا من المباريات ومن التدريبات تلاحم كبير جدا، محمد انت عارف المباريات مش تتالي، ويمكن الحاجه المحزنه لكل جمهور نفقد اعداء بعيد زي ما شفنا كمان اخيرا وليد ازارو، ومن ضمنهم كمان احمد الشيخ اللي يمكن اخر المصابين حتى هذه اللحظه، 11 لاعب محمد حتى هذه اللحظه مصاب وتاهيل ويعود من تاهيل في صفوف فريق النادي الاهلي، سوء توفيق كبير جدا على اللاعبين. لكن زي ما اكدنا وقلنا لابد من استعاده شخصيه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عليها مسؤوليه كبيره جدا خلال المباراه القادمه. طب كريم، المدير الفني لاسارتي والكابتن يوسف والكابتن سيد، الجهاز الفني كله، هل لاحظت توجيه اي لوم للاعبين او شعور بان اللاعبين قصروا بشكل ما سواء فنيا او في التزامهم الخططي او بدنيا في المباراه الاخيره، ولا هم راضيين عن الامور وشافوا ان ما فيش لاعب كان مقصر ولكن الامور صارت بشكل طبعا غير مرضي على مستوى النتيجه في النهايه، ولكن شايفين اللاعبين ما فيش تقصير من جانبهم؟ يا ريت تقول لنا تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. لا يمكن لو بنأكد زميلي محمد، اكيد في كان بعض اللاعبين كان واضح ان الكلام فيه تقصير على واجبات الدفاعيه والهجوميه. الكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن من كلامه مع الناس قال اللعيبه كانت عارفه اهميه هذه المباراه وعارفه نادي بيراميدز بيحتل المركز الثاني وهو في المراكز الاولى، كانت مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي مطالب بالفوز في كافه المباريات رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات، ده اللي كان بيتكلم عليه على طول الكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الاهلي البطل، مفيش ظروف بتقف قدامه، عندنا مشاكل وعندنا غيابات وعندنا اصابات، الحديث كله كان تحفيزي، لكن مفيش شرط معين للعيب المجموعه كلها بشكل عام ان كان في قصور وكان في تقصير تمركزات. اتكلمنا اكتر من مره مع اللعيب، هو بيقول كده، اتكلمنا اكتر من مره معاكم على ان تكون هذه المباراه هي ساعه الانتصار والصعود ان شاء الله للادوار المتقدمه للمراكز المتقدمه في العام، لكن يمكن من حاله اللعيبه طبعا كان عارفينه ولامسينها، اللعيبه طبعا عندها حاله حزن، كانت عندها امل كبير انها تسعد جمهور النادي الاهلي، لكن في جلسات وفي محاضرات مستمره من الكابتن سيد والكابتن محمد يوسف ومستر مارتن على تخطي هذه الفتره. مباراه سموحه خلاص يمكن يوم الثلاث هتكون المباراه، ما فيش وقت ان يبقى فيه لوم على اللاعبين، لابد تجديد الدوافع، تجديد الامور الخاصه بالنادي الاهلي لاستعاده الانتصارات، وده اللي شغالين عليه بصراحه واحنا شايفينه في التدريبات. غيابات محمد، عندنا ظروف كثيره جدا، غيابات وتحديات وصعوبات كثيره بتقابل الفريق للنادي الاهلي، لكن ثقتنا كبيره ان شاء الله في لعيبتنا باذن الله. مباراه سموحه النادي الاهلي يستعيد الانتصارات بشكل كبير باذن الله، النادي الاهلي تكون هذه المباراه من نصيبه. النادي الاهلي متواجد في الاسكندريه، هيقعد فتره طويله من مباراه سموحه ثم مباراه فيتا كلاب، زي ما قلنا شهر واحد في تلاحم كبير جدا للمباريات، مباريات عديده في الدوري وفي البطوله الافريقيه، فلابد يكون في قتال، لابد يكون في روح الفانيلا الحمراء تعود من جديد للنادي الاهلي، عليهم مسؤوليه كبيره لعبتنا ان شاء الله، لكن بنأكد على ثقتنا ان شاء الله زميلي محمد خلال المباريات القادمه باذن الله النادي الاهلي يصحح المسار ويسعد جمهور النادي الاهلي من جديد. اشكرك جدا زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.